تكريم طلاب الصف التمهيدي، احلى طلاب واادب طلاب صراحه هذه السنه، اسمع لهم اقوى تحيه. الرائعة التي تستحق كلمة رائعة، الأستاذة عبير عبيد، للإنجاز الفظيع الرائع في الصف التمهيدي، وكذلك المبدعة القديرة صاحبة الدرجات العالية دائما إن شاء الله تعالى، الأستاذة غدير العبدي، أسمع لها أقوى تحية. تكريم رائع هذا مع الرائعة والمبدعة التي حصلت على شهادة التفوق في كل المواد، الطالبة أمة العزيزة حسن، فلتتفضل. Gracias.